السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخنا؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. بس حضرتك يا شيخ كان لي سؤال، إن هل المسحور ممكن يعني صلاة الاستخارة لو عملها المسحور ممكن الشيطان يتحكم فيها؟ المسحور؟ المسحور صلاة يتحكم في صلاة الاستخارة ليه يعني؟ كيف يعني؟ إبليس يعني هيدي يعمل إيه؟ صلى صلاة استخارة مثلا إن هو يقضي مصلحة ما، هل الشيطان يتحكم في النتيجة ولا صلاة الاستخارة ما يقدرش يتحكم فيها؟ الاستخارة دعاء، اللهم وفقني، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي خير فاقدره لي كذا، يعني قل اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري وعجلي وأجلي فاقدره لي ويسره لي. لكن أصل الزواج يستحب ما نستخيرش فيه، لكن تستخير اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان خيرا فاقدره لي، لكن أصل المستحبات لا يستخار فيها. افهم هذه الجزئية، افهم الجزئية، يعني أن أنت مثلا تريد تعتمر، ما تقولش يا رب أستخيرك أعتمر أو لا أعتمر، لأن الله حث على العمرة وقال من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لكن إذا كان فتزاحمت عندك المصالح أو المفاسد، أعتمر أو مثلا أنفق ثمن العمرة الآن مثلا في موضع معين، في هذه الحالات عند تزاحم المفاسد أو عند تزاحم المصالح أستخير. أما الشيء الواضح أنه مستحب لا أستخير فيه. أنا لا أستخير في أصل الزواج، لكن أستخير في من أتزوجها. فهمت كلامي؟ تمام حضرتك. معلش بالنسبة حضرتك في حاجة اسمها صلاة قضاء الحاجة؟ لا، الحديثها في سند ضعف، لكن عمومات الصلاة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يصلح في الاستدلال في هذا الباب. تمام، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك يا حبيبي.